اوكي وساعات نقعد ان شاء الله نتصور مع بعض حلقه جديده من دوناميك ستوديو فاناليسز او حكايات في التحاليل الطبيه. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الفيزيكال اكزام الخاص بتحليل اليورين شرحناه بالتفصيل وعملنا انتربريتيشن مهم جدا للفيزيكال اكزام. حلقه النهارده هنبدا نتكلم عن الكيميكال اكزام وهنشرحه بالتفصيل الممل وهنعمل انتربريتيشن ونربط الكيميكال اكزام بالمايكروسكوبيك اكزام. فركز معايا في كل كلمه هتتقال في حلقه النهارده هنشرح النيتريت والليكوسايت استريز وعلاقتهم باليورينري تراكت انفكشن. بس قبل اي حاجه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك الفيديو شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. تعال احكي لك الحكايه عشان تفهم حلقه النهارده. الحكايه بتقول لك ان جسم الانسان ليه اعداء او الانسان عموما ليه اعداء زي البكتيريا الفنجاي البارازايت الفيروس. نتكلم النهارده عن البكتيريا. البكتيريا ما بتحبش الانسان نهائي. قاعده في امان الله خدت قرار ان هي تصيب جسم الانسان او تصيب الانسان. بس ركز معايا البكتيريا دي بتتقسم لنوعين، نوع جرام بوزيتيف ونوع جرام نيجاتيف، وكل واحد ليه مميزات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالى اقول لك ايه مميزات الجرام نيجاتيف وعلاقتها بحلقه النهارده. قال لك الجرام نيجاتيف دي بتتقسم لنوعين. برضو ايه النوعين دول؟ قال لك نوع منها بيطلع لي انزيم، تمام؟ الانزيم ده بيحول لي النقرات لنيتريت، تمام؟ واقدر اقيس النيتريت في البول ووجوده دليل على وجود بكتيريا سالبه الجرام، تمام؟ زي مين؟ قال لك زي البروتيوس، زي الكلبسيلا، وزي السالمونيلا، بس مين الكومن او مين المشهور؟ قال لك الاشيشيا كولاي او الاي كولاي. بس في نوع تاني كويس كده بيعمل ايه بقى؟ قال لك انا مش هطلع الانزيم ده ومش هديك بوزيتيف في النيتريت، ليه؟ لان انا ماليش مزاج ان انت تشوفني، انا ههاجمك بطريقه شرسه من غير ما اديك اي مؤشر على وجودي. زي مين؟ قال لك زي السلومونوس. يبقى انا عندي ايكولاي، كريبسيلا، سالمونيلا، بروتياس، دول فيهم انزيم بيحول لي النقرات لنيتريت ويديك بوزيتيف مع النيتريت. لكن عندك السلومونوس ما فيهاش الانزيم ده وبالتالي هتديك نيجاتيف وهي موجوده فتخاف منها، تمام؟ طب النوع بقى اللي هو الجرام بوزيتيف، قال لك الجرام بوزيتيف ما فيهوش الانزيم ده خالص وبالتالي ممكن يصيب الانسان، تمام؟ وتلاقي النيتريت ايه؟ نيجاتيف عنه. زي مين؟ قال لك زي الاستافيلوكوكوس، تمام؟ يبقى انت هنا لو مصاب باستافيلوكوكوس او بسودوموناس هيديك نيجاتيف في النيتريت، تمام؟ لكن لو مصاب ببروتياس او سالمونيلا او زي ما قلنا ايكولاي هيديك بوزيتيف في النيتريت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. البكتيريا دي راحت تهاجم الانسان. جسمنا هيسكت كده؟ قال لك لا، عندك ايه؟ عندك الجهاز المناعي هيطلع لي كرات الدم البيضاء الوايت بلاد سيل من النوع النيتروفيل وهيدخلوا في حرب شرسه جدا وهما الاثنين مع بعض. بكتيريا ضد النيتروفيل داخلين في حرب شرسه، هيحصل عندي وفيات، لازم هيحصل ان كرات الدم البيضاء جزء كبير منها هيموت ويتحول من كرات دم بيضاء حيه لكرات دم بيضاء ميته. اصل الفارس النميل في جسم الانسان الوايت بلاد سيل، انا مش هتخلى عن الجسم، ولما يحصل عندي ان الوايت بلاد سيل تتحول من كرات دم بيضاء حيه لكرات دم بيضاء ميته تعرف باسم الباص سيل. يبقى انا لما اقول لك يعني ايه كلمه صديق هتقول لي هي كرات دم بيضاء حيه دخلت حرب شرسه مع البكتيريا وتحولت لكرات دم بيضاء ميته. نزول الصديد في البول بيعمل يسمى ايه؟ قال لك يسمى بالبايو بايو ريا، تمام كده؟ يبقى الصديد لما ينزل في البول عندي يسمى بايو ريا. طيب خلي بالك بقى النيتروفيل دي مهمه جدا، ليه؟ قال لك لان هي بتتميز بحاجه حلوه قوي. بتتميز بايه يا فندم؟ قال لك بتتميز ان هي بتطلع لي انزيم اسمه الاستريز، تمام؟ الاستريز ده بقدر اقيسه في اليورين ووجوده مرتبط بوجود البكتيريا. التحليل اسمه ليكوسايت استريز. يبقى انت فهمت الليكوسايت اللي لما تحط الشريط في البول وتشوف الليكوسايت استريز، انت هنا بتقيس انزيم ما بتقيس الباص، يعني ممكن يبقى عندي ليكوسايت استريز بوزيتيف ومفيش باص سيل تحت الميكروسكوب. ليه؟ قال لك لان التحليل ده حساس جدا. لمين؟ للخلايا اللي لسه موجوده والخلايا اللي متحلله اللايزين، تمام كده؟ وبالتالي لو الخلايا موجوده هتشوف باص، لكن لو اتحللت قال لك مش هتشوف الباص تحت الميكروسكوب لان هيديك بوزيتيف للليكوسايت. فهمنا النهارده احنا بنتكلم في ايه؟ يلا بقى نشرح حلقه
حلقه النهارده من على السبوره ونعمل انتربريتيشن مهم جدا. اول حاجه شويه مصطلحات لازم تعرفها، هو البيوريه معناها نزول الصديد في البول، اللي هو الدراكت انفكشن عدوى المسالك البوليه وتشمل اعضاء الكليه والحالب والمثانه. البكتيريا بتتقسم عندي نوعين، اللي هو بوزيتيف وجرام نيجاتيف. الوايت بلاد سيل عندي واحده من اهم خلايا الجهاز المناعي اللي ايه بتهاجم اي شيء يهاجم جسم الانسان، هي هتحافظ على جسم الانسان. البلاد سيل هي كرات دم بيضاء بتدخل في حرب مع البكتيريا وبتموت، لما بتموت بتسمى بلاد سيل وفي الغالب بتكون نيتروفيل. بتتميز خلايا النيتروفيل بانها تحتوي على انزيم الاستريت، وده بعض رئيسه في البول ويسمى ليكوسايت استريت، تمام؟ طيب بيتميز هذا التحليل بانه بيكون ايجابي في وجود الخلايا كامله او متحلله، وبالتالي ممكن يكون ايجابي وتحت الميكروسكوب مفيش صديد. ركز معايا في اللي جاي، هنتكلم عن النيتريت بالتفصيل الممل. في حاله اصابه مجرى البول بيحصل عندي وانا دلوقتي انفكشن، وبيحصل عندي حاجه مهمه جدا، بس الاول لازم تعرف ان البكتيريا بتتقسم عندي لنيجاتيف جرام يا اما بوزيتيف جرام. البوزيتيف جرام ما فيهاش انزيم يقدر يحول النترات لنيتريت، وبالتالي دايما هتديني نيجاتيف. اشهر مثال عندي وهو الاستافيلوكوكس، تمام كده؟ طيب النيجاتيف جرام بقى، النيجاتيف جرام عندي بتتقسم لنوعين، نوع يفرز لي ونوع ما يفرزليش. النوع اللي بيفرز زي البروتياس والكلسيلا والسالمونيلا والكومن بتاعي مين؟ هو الايكو لاي. اما اللي ما بيفرز زي الاكسودومونس، تمام كده؟ يبقى هنا النيتريت موجود او مش موجود ما هوش دليل قوي على وجود البكتيريا زي ما شرحنا دلوقتي. خلي بالك في نقط مهمه لازم تكون عارفها. ايه النقط دي؟ قال لك لازم العينه تكون فريش وتتفحص خلال ساعتين، لان بعد ساعتين هيحصل عندي كونتامينيتد بالبكتيريا وهيديني فورس بوزيتيف للنيتريت. وهنا لما حصل عندي بوزيتيف مش معناه ان في اصابه، ده نتيجه مشكله من عندي ان ما فحصتش العينه على طول، تمام كده؟ طيب وما دام عندي فورس بوزيتيف يبقى اكيد عندي فورس نيجاتيف. طب ايه اللي ممكن يعمل لي الفورس نيجاتيف؟ قال لك الكثافه العاليه، حالات ان انت بتاخد اسكوربيك اسيد بنسبه كبيره جدا، تمام؟ بس في نقطه عاوزك تخلي بالك منها، ايه هي؟ قال لك عشان يتحول اللقطات لنيتريت ويظهر عندي في البول لازم يقعد البول في المثانه مده لا تقل عن 4 ساعات. يعني ممكن البول ما احتفظش بيه في المثانه 4 ساعات ويديني نيجاتيف؟ قال لك اه. بص قال لك ممكن يحصل سلبيه كاذبه نتيجه لان العينه ما قعدتش مده كافيه في المثانه حوالي 4 ساعات، وبالتالي مش هتقدر تحول اللقطات لنيتريت، وبالتالي هتديك فولس نيجاتيف، تمام؟ يلا نعمل انتربريتيشن مهم للنيتريت والميكروسكوبيك اكزام. يلا طلع كشكولك وارسم الجدول ده واكتب لي كده نيتريت، واكتب لي في اليابه الثانيه بكتيريا ان مايكروسكوبيك اكزام. لو لقيت النيتريت نيجاتيف والبكتيريا في الفحص تحت الميكروسكوب نيجاتيف يبقى ده شخص سليم الحمد لله. لكن لو لقيتهم الاثنين بوزيتيف يبقى الراجل ده مصاب ببكتيريا سالبه الجرام قادره تطلع الانزيم وتحول النترات لايه؟ لنيتريت. ودوت لازم على طول يتعمل له مزرعه زي ما هنكمل بقيه الانتربريتيشن. طيب لو لقيت النيتريت بتاعك بوزيتيف ولقيت البكتيريا تحت الميكروسكوب نيجاتيف، ده معناه ايه؟ انا بكل بساطه ان عدد البكتيريا قليل ما قدرتش اشوفه تحت الميكروسكوب. طب لو لقيت النيتريت بتاعك نيجاتيف والبكتيريا تحت الميكروسكوب بوزيتيف، قال لك دي بنسبه كبيره بكتيريا موجبه الجرام او ايه بقى؟ او سيدوموناس، ما هما الاثنين ما فيهمش الانزيم، تمام كده؟ لحد هنا عاوزك تعرف الانتربريتيشن. في نهايه الحلقه هنعمل انتربريتيشن مهم جدا تاني. طيب خلصنا النيتريت، يلا ندخل على الليكوسايت ستريت، تمام؟ بص يا سيدي، في الاختبار ده انا بقيس انزيم الاستريت، ما بقيس الباص سيل، انا بقيس الانزيم، تمام كده؟ اللي بتفرزه خلايا النيتروفيل في البول، تمام؟ طيب لما بيحصل هجوم بالبكتيريا الجهاز المناعي بيطلع نيتروفيل تدخل في حرب وتموت وتكون لي الباص سيل اللي بشوفه في اليورين عندي. خلي بالك ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعتك لو عاليه هتحصل ايه؟ قال لك هتسبب تحلل لايه؟ للخلايا، وهتديك بوزيتيف للليكوسايت ستريس. عشان لما تلاقيه موجود عندك بوزيتيف
وما تلاقيش بس انت في اللي ممكن الكثافه بتاعتك تكون عاليه، فحللت لي مين؟ قال لك حللت لي الخلايا بتاعتي. تمام؟ حالات اخرى ممكن يكون فيها التحليل ده ايجابي. قال لك زي التايكوموناس انفكشن، وزي الفاجينال سيكويشن، وزي الاكيوت انفلاميشن، وزي الكيدني ستون او حصوات الكلى. تمام؟ يلا نعمل تفسير مهم على خصوصا في حلقه النهارده. انت جالك عينه يورين المعمل، عملت لها الاستيريد، طلع عندك الليكوسايت استيريد بوزيتيف، وطلع عندك النيتريت بتاعك بوزيتيف. على طول هتيجي وتعمل المايكروسكوبيك اكزام، لو لقيت بصل ولقيت بكتيريا يبقى هنا انت تبصم بايدك ان انت عندك يورينري تراكت انفكشن، وتكتب ريكومندد فور كالتشر اند سنسيتيفيتي، مطلوب من حضرتك تعمل لي مزرعه عشان عندي اصابه بالبكتيريا. تمام كده؟ في نقط مهمه لازم تكون عارفها. لما جيت احضر لكم حلقه النهارده حضرتها من اكثر من مصدر، زي كارديو، زي كلينيكال السنشال كلينيكال باثولوجي، وزي كتاب مهم جدا اسمه جرافز تيست اوف يورين. تمام كده؟ الكتاب ده كتب لك ايه؟ قال لك كتب لك ذا ستيريو ديسك ديتيك لايف ليكوسايتس ذات وود نوت فاوند اندر الميكروسكوب. يعني خلي بالك لما تطلع بوزيتيف على الكاريوت او على الستيريو ومش موجوده تحت الميكروسكوب، ده معناه ان في لايف، في خلايا متحلله. ما تجيش انت تقول لي انا عيني ادق من الكاريوت، تمام، او عيني ادق من الشريط، فما دام ما شفتش بصل يبقى انا هعدل النتيجه وما اطلعش ليكوسايت. حضرتك كل حاجه ليها تفسير. تمام كده؟ طيب اخر حاجه هقولها لك في حلقه النهارده، امتى يحصل عندي في الليكوسايت ستريس فولس بوزيتيف، وامتى يحصل عندي فولس نيجاتيف؟ قال لك هيحصل عندك فولس بوزيتيف في حاله الانفرازات المهبليه زي ما قلنا، عدم تايكوموناس، المواد الحافظه زي الفورمالديهايد. تمام؟ طب وامتى يحصل عندك فولس نيجاتيف؟ قال لك في حاله الانتيبيوتيك، في حاله زياده الاسكوربيك اسيد، في حالة وجود بروتين عالي في البول، في حالة وجود جلوكوز عالي في البول، كل ده بيعمل انهبيشن للتفاعل بتاعي ويديني فورس نيجاتيف. دي كانت حلقة النهارده وعلاقة النيتريت بالليكوسايت ستريس باليورينري تراكت انفكشن. أتمنى الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن